عشان اللي حصل ده ما كانش ينفع يعدي من غير ما حد يتجازف، والوزير شايف ان انا ما ينفعش اكمل في القضيه دي. ناوي تعمل ايه؟ اكمل طبعا، مش هسيب حق بهاء غدا، فاهمه؟ مش هسيب حق بهاء. يخرجوني بقى من الخدمه، يرجعوني تاني، ما عادتش فارقه. كل اللي فارق معايا دلوقتي ان اجيب سليم. طب انت متاكد ان هو اللي قتل بهاء؟ غادة، لو سليم كلمك لازم تقولي لي. لازم يا غادة، أنا مش هسيب سليم مهما حصل، فاهمة؟ وبقولها لك من دلوقتي، لو حاولتي تساعديه أو تداري عليه تبقي بتساعدي إن ناس تانية تموت. كلامي مفهوم طبعاً؟ مفهوم. حاضر يا حمزة، لو سليم كلمني هقولك. الو، ايوه يا نجلة، انت فين؟ انا عايزاكي في موضوع ضروري، قولي لي انت فين. طيب انا جايه لك حالا، يلا باي. على فكره انا لسه زعلانه منك يا استاذ شوقي. المهم الحمد لله على سلامتك يا رانيا، اتفضلي. اتفضلي رانيا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. رجعتي امتى يا بنتي؟ مش كنتي تقولي لنا عشان نيجي نجيبك؟ انتوا وحشتوني كلكم، ونفسي اقعد معاكم واحد واحد نرغي براحتنا. بس بعدين انا عايزه كل الملفات بتاعت الاحداث اللي حصلت في غيابي. حالا الارشيف كله هيكون عندك. يلا بينا. طب يا رانيا انا في مكتبي، لو احتجت اي حاجه ابقى عد عليا. متشكره جدا يا استاذ شوقي. العفو. ادخل. افهم بقى ايه الكلام الفارغ اللي حصل ده؟ حمزه ازاي يمشي بالقضيه دي؟ اقعد يا صبري باشا واهدى، خلينا نشوف هنعمل ايه. اهدى ازاي؟ بعد كل اللي عمله واستحمله عشان القضيه دي يمشي ليه؟ القرار مش قراري، القرار قرار الوزير، وهو اللي هيمسك القضيه دي من النهارده، واللي حصل لحمزه ده غلط. كل اللي عمله سياده الوزير ده غلط. حمزه هو الوحيد اللي عارف القضيه دي، وهو اللي هيعرف يجيب سليم، وبارادتنا وغصبا عننا حمزه هو اللي هيكمل. يعني ايه؟ الوزاره ما فيهاش غير حمزه ولا ايه؟ يا فندم المساله مش مجرد قضيه شخصيه. بعد موت بهاء حمزه هو اللي هيكمل حتى لو بشكل مش رسمي، والموقف اللي احنا فيه ده مش هيتحل غير بحاجه من اتنين، يموت سليم يموت حمزه. بنتي ما عملتش حاجة، هو كل مصيبة تحصل في البلد تجيبوها على هنا؟ غدا انت كويسة؟ تعبانة بس محتاجة اروح دلوقتي. اتفضلي هوصلك. لا متشكرة قوي، واظن انا عملت اللي عليا وزيادة. انا هوصلكم. ممكن نمشي بقى دلوقتي ولا تحب نجيب محامي عشان نخرجها؟ محامي؟ انا ما اتشرفتش بسعادتك. خالد شكري زميلها في الشغل. لا الحكايه مش محتاجه محامي. هنقعد ولا هنمشي ولا هنعمل ايه بالظبط؟ لا طبعا طبعا تقدروا تتفضلوا. يلا يا بنتي، يلا يا خالد. هيعدي عليك واحد دلوقتي اسمه خالد شكري، عايز تحريات كامله.
غاده مالك؟ صوتك قلقني جدا. في ايه؟ وفي حاجه حصلت؟ انا عايزه اسيب البيت يا نجله، عايزاكي تساعديني الاقي حته اقعد فيها. في ايه؟ تسيب البيت ليه؟ مش طايقه ارجع البيت، مش طايقه اقعد في مكان بيفكرني بسليم. عايزاكي تشوفي لي اي مكان ما يعرفش يوصل لي فيه، ان شاء الله اقعد في الشارع. لا لا، الشارع ايه بس؟ بس يعني بقول لك ايه، دوري دوري واطلع. على فين؟ مش انت عايزه مكان ترتاحي فيه ولا تفتكري حد ولا حد يجي لك؟ انا هوديكي مطرح ما انت عايزه بقى. طيب ماشي، اللي هو فين؟ بصي يا ستي، في اوتيل بنتعامل معاه على طول في الشركه بتاعتنا، دايما بودي الجست بتاعنا هناك، وهم هناك صحابي قوي كمان. تلاقيش، يلا يلا اطلع. ماشي. اسماعيل اسماعيل، هو ايه اللي حصل في موضوع المتحف المصري الجديد ده؟ ايه ماله؟ مكتوب ان بعد ما المناقصه رسيت على صبحي الغنيمي ساب المشروع كله معتز شاب. وايه المشكله؟ المشكله ان صبحي منافس معتز، ده عمره ما ساب مشروع لحد، عمره ما ساب اي مشروع بيدخله اساسا، حتى سابه من غير ما يقول هو سابه ليه. عادي يا روني، رجال اعمال بقوا مجانين، هنوجع دماغنا بيهم ليه؟ عشان ده شغلنا يا استاذ. بعدين انا حاسه الموضوع ده فيه ان طب خف على نفسك شويه، عشان انت راجعه ما بقالكيش كام ساعه ومخليه شكلنا كلنا وحش. ما ده من خيبتكم يا استاذ. انا لازم افهم رايحه فين؟